بدأ هذه المعركة الانتخابية، بدأ موضوعنا والسيد يدخن. يلا يا سيد، انتهت المعركة الانتخابية وبدأت المعركة الحكومية. اي والله نبي، هل ما زلتم مصرون على المال تحسين أوضاعكم المعيشية أيها الكويتيون المتقاعدون وغيرهم؟ أنا مؤيد لكم، تفضل سيد حبيبي. إذا أنتوا ليش ما تشوفون الأشياء السهلة؟ اي يلا سهلها علينا. انت اليوم انت بنفسك بدل ما تسوي مقابلات روح الجمعيه وصور الاسعار. صورنا وقلنا بدل غلاء وقلنا قال انا معاشي 500 دينار، بطاطس شيبس 900 فلس دينار، بطاطس شيبس ايه مال يهال تحكي بدينار وب 800 فلس وب 600 فلس، شنو الحكي هذا؟ إيه ومنا إلى رئيس الوزراء الموقر الشيخ حمد النواف الصباح وزراء الحاليون والقادمون الوزيرة. يقول 500 ربع الشهر ما تكفيني. ما هو الحل؟ إذا قطعت الشيبس بالجمعية أقول لك وصل 600 فلس. كم كان قبل؟ 50 فلس. أوه 50 فلس ونقول غالي. وصل كم؟ وصل 600 و700. روح صور هناك. صورت وقلت بس قلت ابي بدل غلاء. انت لقيت بطاط؟ لا خاف الشركات يشترك، الشركات يشتكون علينا. لا يجوز بالالكترونيه انك اكو يشتكون عليك. اكو انا رحت شفته بعيني وسويت فيديو قلت ابي بدل غلاء. اكو حمايه وانت كنت بتايلند سيد حمد العسل. مو ما انا بسالك، كل ما اتكلم واحد يقول لك تفسفسون بفلوس الديره. انا اروح شويخ اشتري صندوق الطماطم الخشب. لا حول ما ادنيش تايلند هني بدينار ونص. ليش؟ صلي على الحبيب سيد، خلا دش بالعمق. خلاص وصلت المعلومه سيد، لا تعشعش وتعلش على قولتين. عفوا بالحكي الحين كلمت اقتصاديين. اسمعني انت، قول الجواب بسرعه. الاقتصاديين كلمتهم قالوا اكو دوله تبيع نفط وتعطي كل ساعه تزيد رواتب. يقولون مو حكي هذا، ما نبي يزيدون رواتب، نبي ينزلون الاسعار. ما يقدرون خلاص. اللي ما يقدر يترك منصبه. شلون يترك سيد؟ مو حل هذا. لا هو قصده غلاء عالمي يعني. لا مو غلاء عالمي. لما يكون في نفس الكويت في مكان ينباع الشيء بنص دينار ومكان ينباع بدينار ونص، هذا شنو معناته؟ هذا معناته انه ماكو رقابه. ايه بس سيد الحين عطنا انصاف الحلول. توك تقولها بالحلول البسيطه، يلا عطنا انصاف الحلول. شنو اللي انصاف؟ في ناس اقتصاديين حاطين عند الحكومه وهم ان انتم غلطانين، ماكو دوله تسوي كذي، الناس تتقشف حق تفسفسون فلوس، وانت بالمقابل وانا وانت نقول اسعار مرتفعه، المعاشات ما تكفي. هذا اي شنو الحل الوسط؟ الحكي كله ماخوذ من المستهلك. عندنا كلمه واحده، من امن العقوبه اسعى الادب. يا اخي ادري هذا حافظينها من ايام المدرسه. اقول لك صح معايا ايه الحكايه انت؟ اقول لك نبي حل انصاف الحلول، بدال مثلا انت على قولتكم بدل غلاء 200 قولوا نبي 100 حلوها. لا ما بيزيدون، انا ما بيزيدون الراتب، انا ابي يسوون كنترول على السوق. صدق ما يقدرون سيد. لا الحين يقول غلاء عالمي. لا مو عالمي شحن لا مو عالمي، انا توني جاي من شرق اسيا، مو عالمي. من يقول عالمي؟ الغلاء مو عالمي. زين تايلاند بسالك، حلفتك بالله السجاير اللي تشربها انت شنو نوعها؟ بدون ذكر هناك حبيبي كل دولة ولها روتينها ولها شغلها. الأكل أرخص بتايلاند؟ الأكل أرخص؟ يقول أكل بالكويت أرخص. الشبس بكم؟ لا